حد كان لعب برضو في البرنامج ما اعرفش يعني انت لعبت في البرنامج حصل اي مشكله مش عارف يعني ايه اللي جرى عايز ترجع البرنامج برضو الاعدادات الاصليه خالص بقى اللي انت اول ما سطبته فممكن بكل بساطه اروح عند قائمه اسمها ايديت التعديل بيحصل امتى التعديل بيحصل لما اعمل اكزيت للبرنامج خالص تمام كده وبعد كده ارجع افتحه من الاول وجديد فهو بيفتح من الاول وجديد انتوا بتشوفوه بيقعد يحمل في ملفات كده صح او بيقعد يقرا وهو بيقرا كده فبيقرا من جديد فلما يفتح لي تاني هيفتح بعد ما يكون رجع كل الاعدادات زي ما كان وانا شغال ممكن تكون يعني موضوع الاسود ده او الغامق قوي ده تعبني فممكن انا افتحه شويه من هنا كده ويمكن افتحه كمان شويه كده وفي احتمال يكون حد حبه كده شوف انت حابب واجهه البرنامج الدرجات اللونيه بتاعتها شكلها ايه بالنسبه لك وتقدر تغيرها زي ما احنا عملنا كده موضوع البريفرنسز دي مهمه قوي في ناس كتير قوي ما بتتكلمش فيها يعني محدش بيشرحها ولا بيتكلم فيها خالص حد كان لعب برضو في البرنامج ما اعرفش يعني انت لعبت في البرنامج حصل اي مشكله مش عارف يعني ايه اللي جرى عايز ترجع البرنامج برضو الاعدادات الاصليه خالص بقى اللي انت اول ما سطبته فممكن بكل بساطه اروح عند قائمه اسمها ايديت وننزل تحت خالص كده هنلاقي حاجه اسمها بريفرنسز لما ننزل هنا كده هنلاقي حاجه اسمها ايه بريفرنسز او هدوس على كنترول كي هدوس على ايه يعني بدل ما الف اللفه اللي انا بعملها دي كلها هدوس على كنترول وكي حرف الكي هيعمل معايا ايه هيوديني عند البريفرنسز ويوديني تحديدا عند الخيار اللي اسمه ايه جنرال وفي الجنرال دوت لو احنا بصينا تحت كده هنلاقي عندي زرارين زرار اسمه ريسيت اول وورنينج دايالوجز والتاني ريسيت بريفرنسز اون كويك يعني اعمل ريسيت للبريفرنسز كلها اللي موجوده عندك بتاعه البرنامج لما نقفل البرنامج هدوس على دي وادوس على دي عشان اتاكد ان كل حاجه في البرنامج بيحصل لها ريسيت من الاول وجديد تمام كده لكن خد بالك من حاجه احنا لو عملنا ريسيت دلوقتي ورجعنا نشتغل على الفوتوشوب زي ما هو انا مش هلاقي اي حاجه اتغيرت هو نفس الموضوع مفيش اي حاجه اتعدلت خالص التعديل بيحصل امتى التعديل بيحصل لما اعمل اكزيت للبرنامج خالص تمام كده وبعد كده ارجع افتحه من الاول وجديد فهو بيفتح من الاول وجديد انتوا بتشوفوه بيقعد يحمل في ملفات كده صح او بيقعد يقرا وهو بيقرا كده فبيقرا من جديد فلما يفتح لي تاني هيفتح بعد ما يكون رجع كل الاعدادات زي ما كان خلاص يا جماعه فيبقى لو في حد مننا عنده اي مشكله مع البرنامج في بعض الحاجات مش موجوده بعض التولز مش موجوده في اماكنها في مشكله في حاجه معينه خش على طول على الكنترول كي او البريفرنسز اللي احنا بنتكلم عليها وهات الجنرال وابتدي اعمل ريسيت للورنينج دايالوج وريسيت للايه للبريفرنسز اللي موجوده عندك بكده احنا هنتاكد ان البرنامج رجع لحالته الطبيعيه مش هيبقى فيه اي مشكله خالص طيب في حاجه كمان انا عندي هنا في تبويب تحت الجنرال اسمه انترفيس وانا شغال ممكن تكون يعني موضوع الاسود ده او الغامق قوي ده تعبني فممكن انا افتحه شويه من هنا كده ويمكن افتحه كمان شويه كده وفي احتمال يكون حد حبه كده شوف انت حابب واجهه البرنامج الدرجات اللونيه بتاعتها شكلها ايه بالنسبه لك وتقدر تغيرها زي ما احنا عملنا كده بكل بساطه اقدر اغير واجهه البرنامج البرنامج انتوا شايفين ان انا فاتحه دلوقتي كان كله ايه اسود او رمادي غامق كده صح كده دلوقتي رجع للون الفاتح ده طبعا هيبقى واضح قدامكم اكتر عشان الداتا شو لان احنا في الداتا شو في العرض يعني لما تيجي تعمل عرض تقديمي يفضل دايما ان انت تخلي اللون بتاعك الاغلب يكون لون فاتح عشان يبان العرض التقديمي بتاعك واضح على الشاشه مش اكتر يعني هي دي في اساسيات العرض التقديمي يعني لو انت بتعمل برزنتيشن معين فبتحاول تخلي ايه يعني ما تجيش تعمل لي ارضيه سوداء وانت كاتب عليها بقى بالاصفر والاحمر والمش عارف والابيض هو شكل الالوان انت مختارها كويسه لكن موضوع الاسود دوت بيعمل عتامه كده وبيضلم القاعه المفروض ان هي بتبقى من ضمن الحاجات اللي احنا بنضلم كل حاجه وسايبين دي اللي منوره فانتوا حاطين فيها اسود فكمان مضلمينها خالص فمش تبقى العرض مريح يعني للعين بتاعه المتلقي يعني فاحنا نقدر زي ما قلت لكم كده انا اقدر اعمل ايه يا جماعه اقدر اغير اللون بتاعي فهنعمل اوكي عشان يعمل ايه ينفذ اللي انا عملته زي ما قلت لكم لحد دلوقتي هو اللي اتغير لون الواجهه لكن موضوع الاعدادات اللي احنا اتكلمنا عليها اللي احنا عملنا لها ريسيت مش هيبقى ليه اي اثر دلوقتي غير لما اعمل ايه اقفل البرنامج خالص وافتحه من الاول وجديد يبتدي يحمل البرنامج تاني ويقرا الملفات وهيظبط كل حاجه يرجعها زي ما كانت في كده مشكله طيب دي اول حاجه بس مهمه احنا حبينا نقولها وخدوا بالكم ان البريفرنسز اللي انا اتكلمت عنها دي هيبقى تقريبا كل حاجه احنا نعملها بعدين ممكن يكون في خيارات متعلقه بيها ممكن انت تظبطها منها يعني فدي مهمه قوي موضوع البريفرنسز دي مهمه قوي في ناس كتير قوي ما بتتكلمش فيها يعني محدش بيشرحها ولا بيتكلم فيها خالص الواجهه اللي قدامكم دي انا قلت لكم قبل كده ازاي نغير الاعدادات بتاعتها قلت لكم ان في بعض الاعدادات لو اتغيرت ممكن نغيرها من الورك سبيس احنا قلنا قبل كده ان في الجنب ده كده في الاعدادات بتاع الورك سبيس
وفيها الاسينشالز اللي احنا بنشتغل عليها دايما، وقلت لكم لو هي حاجه اتغيرت فيها فممكن اروح على ريسيت اسينشالز اللي موجوده تحت دي. وفي طبعا اكتر من ورك سبيس موجوده عندي هنا ممكن اختارها بسرعه يعني. فلو حسيت ان في حاجه في الواجهه عندك متلخبطه روح عند الجزئيه اللي احنا اتكلمنا عنها دي ودور فيها، اعمل ريسيت للورك سبيس بتاعتك وشوف الدنيا هتتعدل ولا لا. طبعا هي لو مش موجوده هنا عندكم الفيرجنات بتتغير وعمال شكلها يتغير، ممكن مكانها يتنقل، ممكن مكانها يختفي، ما اعرفش يعني. لكن احنا قلنا ان هي في الاساس موجوده عند ويندو، انا قلت لكم في الاساس موجوده عند ويندو، المنيو اللي اسمها ويندو دي المفروض ان هي موجود فيها كل البانلز والحاجات اللي موجوده عندنا، ممكن اظهر وقفي منها اللي انا عايزه، وفيها كمان الخيار اللي اسمه ورك سبيس، صح كده؟ ففي الورك سبيس دوت موجود ان انا اقدر اغير الورك سبيس بتاعتي او اعمل حتى ريسيت للورك سبيس اللي موجود عندنا.